صراحة لو جوليانو شايفني هلا كان طلع وحكى لي انت اهبل لازم تعيش اكثر. بعرفه جوليانو ما كان الشيء اهبل بالقليل، اذا بدك تروح روح للاخر. بس اكيد راح ينبسط يعني، لانه الاشي اللي صار هو هيك دايما كان يحكي روح للاشي للاخر، تقعد 13 من النص وما تسويش على الاشي، كون في الاشي. هذه طريقته وانا بتشرف اني ماخذ طريقته وبادي فيها بحياتي.